يعني الصراحة إحنا خلينا نقول هناك يعني محافظة صلاح الدين خصوصا قضاء الدجيل بعض الصعوبات اللي دا يعاني من أدها المزارع أو الفلاح العراقي، يعني حقيقة كثرة الأوبئة، كثرة الأمراض اللي تصيب المحاصيل الزراعية. إذا تجي مثلا سأل محصول العنب، يعني مرض زغبي، فطري، قطني، حشري. يعني السبب الأخير لاحظنا أنه أكو فد مناطق موجودة بالقضاء أنه هاي الحشرة سكادة الأمريكية اللي تأثر تأثير مباشر على الجذر الساق العنب. زين، هاي من جت هالحشرة؟ يعني هذه يقال أنه بالفترة السابقة أيام الاحتلال وجدها المحتل الأمريكي، وجدها أنه وجدت هذه بعض البساتين اللي كانت قريبة من القاعدة الأمريكية، قاعدة البكر الجوية، حاليا يسموها قاعدة بلد، بس هي بالأساس هي قاعدة بكر الجوية. فهاي المزارع أنه كانت ذيك الأيام شاتكوا فترة مقاومة ضد المحتل، نعم. فقالوا لهم يابا أنتوا هاي البساتين ده تأثر علينا تأثير مباشر، آخر شيء أنه يابا بيعونا هاي البساتين نطونا هاي البساتين، فما قبلوا. فجابوا لهم هاي الحشرة وجدت أنه تأثر على شو اسمها الحشرة؟ إسكادة. الإسكادة، الإسكادة الأمريكية هاي ظهرت بعد 2003. نعم، كنا نعرفها، يعني كنا ما كنا نعرفها. فهاي شو سوى هاي بالضبط؟ هاي تدخل على الجذر، تدخل على الجذر. هي في الحقيقة هي لفترة سبات، يعني بالتربة أكثر من 6 أشهر أو سنة أو كذا، بعدين تظهر على شكل يرقات تدخل بالساق وبالجذر وتأثر بتأثير مباشر على المحصول العنب. كإنتاجية تقلله أكيد، دائما طب الجذر تكتله، يعني تكتله تموته. وهاي قسم قلت لك من المعاناة.